ضمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة الزقازيق قافلة طبية مجانية تنموية شاملة بقرية نبتت التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية. ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2670 حالة، إلى جانب صرف العلاج بالمجان للمرضى، فضلا عن تحويل 45 حالة لمستشفيات جامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم. كما شملت أعمال القافلة الكشف البيطري على الماشية وتنظيم ندوات توعوية للأهالي أشرف عليها عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق. النهاردة عندنا 10 تخصصات مختلفة بتقدم الخدمة الطبية، ونقوم بتحويل الحالات اللي محتاجة المستشفى للمستشفى، يعني نقوم بإجراءات اللازمة زي الأشعة زي عملية. ومعانا النهاردة برضو كلية الطب البيطري، في برضو علاج للطب البيطري. القوافل دي بتتم بالتعاون مع الجامعة تقريبا كل أسبوعين في محافظة الشرقية بأماكن متفرقة، بنوصل للأماكن الأكثر احتياجا في المحافظة، القرى الأكثر احتياجا للكشف على أكبر عدد من المرضى في كل مكان في الشرقية. يعني جيت النهاردة عشان أكشف والدنيا تمام جدا، والقافلة ما شاء الله يعني حاجة على مستوى عالي جدا، يعني بيساعدوا الناس المواطنين في العلاج مجانا، وكل حاجة الحمد لله كويسة، والدكاترة قايمين على واجبهم على أكمل وجه.